السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع حلقات قبل الإفطار. طبعا اليوم سنتكلم إن شاء الله عن المرضى، ويعني كثير من كثرة الأسئلة، ويعني كل سنة تعاد هذه الأسئلة: هل أصحاب السكري يصومون؟ هل المرأة الحامل تصوم؟ سنتكلم عن المرضى بصفة عامة، هل المرضى يصومون؟ وما هي الأمراض التي ممكن لأصحابها أن يفطروا؟ ما هي الأمراض التي يمكن لأصحابها أن يصوموا؟ طبعا سنفصل. يجب أن لا يعاد سؤال مشكل السكري، الناس اللي كياخذوا يعني الأنسولين، حقنة الأنسولين، فيعني هذا طبعا يعني يصعب أن يصوم، رغم أن كاين أشخاص رغم الحقنة ويصومون، ولكننا كيف ما كان الحال لا نصيب هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هؤلاء يعدهم رخصة ويجب أن يستفيدوا من هذه الرخصة، وهذه الرخصة هي من الله سبحانه وتعالى وليست من الطبيب. فهناك أمراض أخرى، مثلا الأشخاص اللي يعملوا كيميوثيرابيا ولا الراديوثيرابي، هذا طبعا اليوم الذي يأخذون فيه حصة واليوم الثاني والثالث، يعني هذه ثلاث أيام، فالشخص لا يقدر على الصيام، يعني يكون في حالة يعني خطيرة. والأشخاص الذين أخذوا حصص ثقيلة وحصص كثيرة وصلوا إلى حالة مزرية، هؤلاء لا يصومون، باش نكونوا يعني واضحين. أشخاص اللي باقي صحتهم جيدة، ويعني الحصة الأولى والثانية وباقي أول مرة يعملوا شيء كيميوثيرابيا، هادو ممكن يعني أثناء الحصة، يعني يوم اثنين وثلاثة لما يأخذوا جرعة الكيميوثيرابيا أو الراديوثيرابيا، هادو بعدها ممكن يصوموا، يعني ممكن يصوموا، ما عليهم وصيام تطوع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا التطوع وهذا التخير هو للمرضى وليس للناس الأصحاء، باش فقهاء يكونوا شوية هذا، لأن سمعنا بعض التفسيرات ليست في محلها. هذا التطوع هو للمريض، أما الإنسان السليم فلا يطلب منه الله أن يتطوع، ولا هو يعني يلزمه الشرع، يلزمه الصيام. التطوع هنا للمريض، التطوع هنا والتخيير للمريض، وأن تصوموا خير لكم للمريض وليس للشخص السليم. فهناك أمراض، مثلا الأشخاص اللي كياخذوا مثلا كذلك الأنترفيرون، عندهم مثلا تصلب اللويحي، ولا عندهم أمراض أخرى اللي تستدعي الاستعمال، وحتى يعني التهاب الكبد بي أو سي، لصحتهم ما تسمحش، يعني لما ياخذوا هذه الحصة هذه فلا يقدرون على الصيام. الأشخاص اللي يعني تحت المصل، يعني اللي في العيادات وفي المستعجلات وبعد الجراحة أو قبل الجراحة، أو يعدونهم للجراحة ويكونوا تحت هذا المصل تحت التغذية يعني في المستشفى، هؤلاء يجب أن لا يصوموا. طبعا لا يصوموا، لأن يعني هذه حالة يعني الله سبحانه وتعالى رخص لك ورحمك، فيجب أن تقبل هذه الرخصة من الله وأن تقبل رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا رفضت رحمة الله فهذا شيء يعني غير مقبول في الدين. وليكون الدين دين يسر حقا، لأن إذا لم تكن في هذه الأشياء فهو ليس دين يسر. هذه فبعد مثلا الأشخاص اللي كيتناولوا دواء، عندهم أمراض مزمنة وكيتناولوا دواء، هادو ممكن ينظموا تناول الدواء، يعني يشوفوا مع الطبيب المعالج وينظموا، مش يعني لأن وقت الدواء مهم جدا. بعض الأمراض التي تعالج بهذه الأدوية هي الدواء يعطي نتيجة أحسن لما يكون الشخص صائم، كثير من الأمراض تظهر نتيجة أحسن لما يكون الشخص صائم. لماذا؟ لأن هذا الدواء لما يكون الدم خفيف وليس يعني الجسم يعني لا يأخذ يعني بعض المواد السامة يعني التي توجد في الأغذية، فهنا تكون الأدوية تعطي مفعول يعني أكبر، ويعني علاج يكون بنسبة عالية. سنخرج الحوامل والمرضعات من هذه الفئة، هذا سنتكلم عنهم في حلقتين، المرضع والحامل. نحن نتكلم عن الأمراض العضوية، الأمراض المزمنة، وكذلك يعني الأمراض هذه الطارئة، فيعني هذه أمراض وأعراض كذلك، يعني هؤلاء يعني فالأشخاص اللي عندهم مثلا حساسية واللي عندهم ربو، بعض أمراض القلب والشرايين طبعا اللي أصحابها يعني ممكن يصوموا، الشلل النصفي أو الشلل الكلي، ثم ارتفاع الضغط الكوليسترول، الشحوم الثلاثية السمنة، هؤلاء بالعكس هؤلاء الصيام سينفعهم، يجب أن يصوموا وأن يصوموا بنظام طبيعي بدون دهون، يعني السمنة وأمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط الكوليسترول والشحوم الثلاثية أن يصوموا بدون مواد حيوانية ويعني بدون أي مشكل، بالعكس هو الصيام جيد في هذه الحالة لهؤلاء الأشخاص. بالنسبة للنساء مثلا اللي عندهم خلل هرموني، كذلك الخلل الهرموني والتكيسات والفيبرومات،
هاد النساء هادو يعني إذا حالتهم ما تحسنتش في رمضان فربما يصعب الحل، لأن يعني ليس هناك حل آخر. يعني بالعكس، هو رمضان يعني يكون جوع وعطش شديدين لهؤلاء النساء، مثلا اللي عندهم هذه الخلل الهرموني واللي عندهم هذه الأشياء. ولازم هذا السؤال يتكرر ويتكرر ويتكرر ويتكرر، وقد تكلمنا وتكلمنا وأعدنا الكلام. النساء اللي عندهم خلل هرموني، الجوع والنبات، الجوع والنبات فقط، يتجنبوا المواد الحيوانية كلها، الألبان واللحوم بجميع أنواعها، الدجاج والديك الرومي والماعز والغنمي والبقر، كل اللحوم والألبان وكذلك مشتقات هذه المواد والمواد الصناعية، يصوموا بالنبات، كل نبات، يعني النشويات، قطاني، زيت الزيتون، فواكه طرية، فواكه جافة، خشاش الأرض، خضار، كل الأشياء هذه يتناولوها. ثم هذا لا يكون هناك مشكل. بالعكس، النساء اللي عندهم خلل هرموني واللي عندهم هذه المشاكل هذه، إذا لم يسووا هذا المشكل في رمضان فليس هناك حل، ليس هناك حل مرتين. يعني وإلا الطبيب سيتعامل مع هذه الأمراض يعني بهرمونات، وهي ليست بروجستيرون التي ينتج الجسم، هي البروجست، هذه البروجستوجينات الكيماوية المصنوعة كيماويا من الكوليسترول. ويجب يعني على النساء يعني أن يفهمنا هذه الأشياء، يعني لا يتما هكذا يعني تهورنا مع هذه المسائل. هذه الحبوب هي ليست حلويات، الحبوب التي يتناولها النساء هي ليست حلويات. المرأة تأخذ هذه الحبة يعني ولا تبالي، يعني فقد يعني لو علمت ما أخذت يعني لكانت تجنبته يعني ما شاء الله. الأمراض الأخرى اللي من الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي مثل بكتيريا الهيليكوباكتير بيلوري، قرحة المعدة، سيحس الشخص بأزمة في اليوم الأول والثاني، ثم يتكيف مع الصيام ويكون ليس هناك مشكل. أنا لا أرى كيف هذا الصيام سيضر هذه الأمراض، لأن لا أرى. فهذا الشخص إن كانت عنده قرحة فهو عنده قرحة، تكون المعدة خاوية ولا عامرة فيجب أن تبقى المعدة مملوءة. إذا كانت المعدة دائما مملوءة فلن يعني يحس براحة. فيعني قرحة المعدة والتقرحات على مستوى الأمعاء، وهذه الحصى في المرارة والحصى في الكلية وهذه الأشياء، هادو بالعكس، هادو الصيام ضروري والصيام جيد لهذه الأمراض، لأن أول عضو في الجسم يستفيد من الصيام هو الجهاز الهضمي. لأن الجهاز الهضمي إذا بقي معرض دائما للأكل 24 ساعة على 24 ساعة، فلا يمكن لهؤلاء الأشخاص يعني أن يحسوا براحة، ولا يمكن حتى أن يشفوا. الجهاز الهضمي ليس له أدوية، لأن هذه الأدوية هي تنقص من حدة الآلام فقط، تنقص من حدة الآلام فقط. ولذلك الناس اللي عندهم كرون واللي عندهم مثلا هذا القولون العصبي واللي عندهم أشياء أخرى، حتى البواسير، هؤلاء الناس هذو يجب أن يصوموا بدون لحوم، مواد حيوانية هي التي تلتهب الأمعاء، يعني بما في ذلك القولون، ويعني أن يفهمون ما في الناس هذه الأشياء هذه. هما يعني الأمراض السرطانات، فالسرطان بالعكس الأشخاص اللي أنهوا العلاج، الناس اللي أنهوا العلاج الكيميوثيرابيا والراديوثيرابيا وهذه المشاكل هذه، فيجب أن يصوموا رمضان بشدة وبقوة وبجوع وعطش شديدين، وأن يصوموا رمضان بالمواد الطبيعية وبالنبات، المواد الطبيعية وبالنبات. فيعني أنا لا أدري كيف نفهم الناس، نحن نتكلم لمدة يعني ساعة عن المرض، ثم الشخص يستمع إلينا يشاهد الفيديو، وفي الأخير يسألنا ماذا يجب أن يأكل. يعني غريب، يعني والله غريب. وأنا لا أجيب عن الأسئلة لأرغم الناس أن يفهموا ما أقول، يعني لا يمكن أن أجيب الناس. فأنا ما أتكلم في حلقة كاملة عن الخلل الهرموني ثم تطلع امرأة تسولني عن الخلل الهرموني، ما هي الأغذية التي يجب أن تأكل؟ وأنا قلت بأنه النبات والجوع. لا إله إلا الله، هؤلاء الناس يعني تعودوا على وصفات وخلطات، وهذه هي الأشياء التي قتلت الأمة. يجب يعني أن يسمعك قلت له خذ الحبة السوداء مع الصباح 3 مرات، ثم اشرب مشروبات غازية وخذ مقليات وخذ لحوم، يعني وستشفى. شوف هذا التناقض، وشوف الناس يعني ماذا يريدون. يريد أن يبقى على نظامه لا يغير شيء، ثم أن تعطيه شيء يأكله يعني هو يعالج أو يشفى. غريب والله، يعني غريب. فالناس يفهموا ليس هناك علاج على وجه الأرض، وأنا أتحدى العالم، ليس هناك علاج بدون أن يغير الشخص نمط العيش. وأنا مستعد، جميع الأمراض تأتي مما يأكل الناس وما يشرب وما يستنشقه، طبعا زائد الحالة النفسية وزائد عدم الحركة.
يجب أن يراجع الناس نمط عيشهم، ويعني فلسفة الحياة كلها، ليس نمط العيش فقط. يعني حتى إذا كان شيء حالة توتر أو حالة تعصب، وإذا كان لا يتحرك أو كان يسكن في محل يوجد قرب بعض الخطر، يعني من الدبدبات أو قرب يعني معامل كيماوية، أو يعني تسرب بعض الغازات السامة من بعض المعامل، أو يسكن في منطقة فيها مغناطيس قوي أو أشياء، يجب أن يراجع الناس هذه الأشياء. أنا أقول وأتحدى العالم، ليس هناك علاج لأي مرض بدون أن يغير الناس نمط العيش، وبدون أن يتوقفوا عن مسببات الأمراض. يجب أن يتوقف الشخص عن الشيء الذي سبب له المرض ثم يبحث عن العلاج. نحن لا نقول للناس لا تعالجوا، نحن نقول للناس نعم، يعني الفحص الطبي والتحليل والمسائل كلها، ولكن قبل هذا العلاج لا يمكن أن يكون 100% إلا لما يغير الشخص نمط العيش. يغير نمط العيش أولا، ثم يتوكل على الله ويروح للعلاج، يشوف العلاج أشنو، يعني ماذا سيعطيه الطبيب. ولكن يجب الناس، يجب أن نتشدد في هذه الأشياء، لأننا تكلمنا لا يمكن علاج أمراض القلب والشرايين والشخص يأكل اللحم، شكونوا واضحين؟ لا يمكن أن نعالج أمراض القلب والشرايين والشخص لا زال يستهلك اللحوم، دسم مشبع وكوليسترول وملح، يعني أعطيت مثال بسيط جدا. لا يمكن أن نعالج السرطان حتى ولو يظهر بعد العلاج الكيماوي أن الشخص ليس لديه شيء، فسيعود له هذا السرطان إذا لم يغير نمط العيش، سيعود سرطان إذا لم يغير نمط العيش، إذا لم يرجع إلى نظام طبيعي وطبخ المنزل وهذه الأشياء هذه، ويتجنب جميع المسببات من مضافات غذائية ومن مبيدات ومن بلاستيك ومن معادن ثقيلة ومن هواء ومن غاز الديوكسينات ومن غاز الكبريت ومن غاز الأمونيا ومن النيترات التي تلوث التربة والمياه والمسائل هذه. كونوا واضحين، يجب أن نبدأ بتغيير نمط العيش ثم نأخذ العلاج. كونوا واضحين، يعني باش الناس ما يفهموش الهضره ديما، كنقولش الناس ما تعالجوش، بالعكس الاسلام كيحتم علينا نتعالجوا، يدعونا الى العلاج، ولكن لا نتكل على 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 الطب 100%. يجب ان نغير نمط العيش وان نوقف اسباب التي سببت المرض. فهذه الاشياء يجب ان يفهمها الناس. الناس اللي عندهم سرطان كيعمل كيميوثيرابيا وهو لا زال يدخن، والنساء التي تناولت حبوب منع الحمل لمدة سنوات، إذا أصيبت بألم المفاصل والسمنة وألم الرأس وهذه المسائل هذه، فعلى الأقل يجب أن تعلم ما الذي سبب لها المرض. حبوب منع الحمل ليست يعني حلويات يتناول لها الناس. فهذه الأمراض ممكن الناس اللي تكلمنا عليهم اللي عندهم أمراض ممكن يصوموا بها، يجب أن يصوموا بمواد طبيعية وبقلة الأكل في الليل، وليس صيام هكذا بالحلويات وباللحوم وبالمقليات والمشويات هذا، وتقوم تقول أنني سأستفيد. لن تستفيد. أن أصحاب السرطان لا رمضان ولا خارج رمضان، يجب أن يعودوا إلى النظام الطبيعي، ويعني أن ينتبهوا جيدا، لأن هناك من يسأل عن مرض ولما نسأله عن طبيعة العمل وعن الأشياء التي كان يأخذها، وهل المرأة تأخذ حبوب ملح، هل يدخن، هل سبق له أن شرب خمر، يعني شخص يعني يستغرب، يعني ماذا، لأن هذا المرض ليس له من أين يأتي. حتى 1999 لا زال الطب لا يعترف بعلاقات الأغذية مع الأمراض. الآن 100% علاقة التغذية بالأمراض 101%. أن يعني فلماذا تأخرنا 20 سنة؟ لماذا انتظرنا 20 سنة هذه؟ فالناس يجب أن يعلموا هذه الأشياء إن شاء الله. فهذا الصيام هو يفيد هذه المرضى. ولكن لأختم، جميع المرضى الذين سيصومون ويقدرون على الصيام، يجب أن يصوموا بمواد نظيفة، مواد طبيعية، نظام نباتي، طبخ المنزل، وأن لا يأكلوا كثير وأن لا يخلطوا كثير، وأن يتجنبوا المواد الصناعية والمقليات والحلويات واللحوم إن شاء الله، ويعني سيرون النتيجة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.